وانا تقريبا اسمه دار. قبل ما ابتدي، هي فكره الفيديو دي ما كانتش موجوده اصلا. انا كنت قاعد بشتري شويه منتجات كده، كنت بجيب حاجات ليا، وبعدين قلت طب ما ممكن يعني اعملهم عنهم ريفيو، يمكن حد يكون عاوز يشتريهم. والمره كده لقيت كام منتج كده ممكن يكون اول مره اجربهم او ما اعتبرش انا ممكن اتكلم عن حاجه زي كده، لقيتهم شدوا او لفتوا انتباهي. فبصراحه قلت اجيبهم وليه ما اجربهمش ونفتحهم كده مع بعض، ويمكن حد يعجبه حاجه، او ممكن يكون كان حد عاوز يشتري حاجه دي وخايف يعني يجربها او مش عارف راي ناس عنها، فانا قلت اجيبها. ولو عجبتكم الفكره ممكن نعملها تاني مع كذا موقع، ممكن نجربها من كذا مكان تاني. يعني ممكن نعتبرها كده بدايه لسلسله اغرب المنتجات اللي ممكن تجيبها من النت. بس يعني دي مش اغرب منتجات، يعني دي منتجات عاديه، وكان في منتجين كده ممكن يكونوا غراب، او ممكن يكونوا منتجين غراب ازاي، ممكن يكونوا منتجين مش مألوفين، ولكن بقيه المنتجات منتجات احنا بنستخدمها عاديه ممكن ما تكونش عليها علاقه بالقناه. بس انا حبيت ان انا اجيبها واشارك معاكم تجربه الانبوكسنج ونشوف الحاجات دي كويسه ولا لا. بس لو حد حب يشتري اي حاجه منهم هتلاقي اللينكات تحت الفيديو في الوصف. كمان الفيديو ده مش اعلان لموقع جومي، هي مجرد فكره ما كانتش مترتب لها اصلا، يعني هي جت كده في بالي. انا كنت بشتري حاجات دي كاستخدام شخصي، بس قلت اشارككم بيها لو حد حب يشتريها. من الحاجات بقى كويسه جدا، وبصراحه بسطتني جدا، ان شركه جومي او موقع جومي اعطوني فرصه ان انا اختار بعض المنتجات او اختار كده شويه عروض واجمعهم في لينك واحد. عروض بقى من كافه الفئات، يعني مش شرط الفئه بتاعتنا والمجال بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه، التكنولوجيا والاكسسوارات والموبايلات والكلام ده. فانا اخترت بقى شويه عروض كده كويسه، بحيث بقى ان انا جمعت لك العروض الكويسه على الموبايلات والعروض الكويسه على الاكسسوارات بتاعتها، عشان يعني تدلع كده موبايلك، وفي نفس الوقت انت كمان تدلع. فما ينفعش تدلع موبايلك من غير ما انت تدلع. فانا جمعت لك بقى شويه بنطلونات على تيشرتات على جزم على كوتشيات على بيرفيومز، شويه كده حاجات انا جربتها، مع ساعات مع محفظه، يعني حاجات كده تدلعكم محتاجينها الفتره الجايه. فكل ده انا جمعته في لينك واحد، واللينك ده هتلاقيه تحت الفيديو في الوصف برده، تقدر تدخل عليه تشتري الحاجه اللي انت عاوزها او اي حاجه عجبتك. يعني هتدعمني جدا لو انت اشتريت او استخدمت اللينك ده. بس كده تعالوا بقى نبدا ونشوف ايه الحاجات اللي انا اشتريتها، ونبتدي باكبر حاجه والحاجه اللي انت هتشوفها في السامبلين ان شاء الله، وهي الخزنه. هو انا بصراحه لو قدرت ما اعرفش هي بتشتغل ازاي او بتتفتح ازاي، علشان انا مجرد فتحتها بصيت عليها ورحت قفلتها تاني. فتعالوا بقى نفتحها مع بعض ونشغلها مع بعض، عشان انا لا اعرف هي بتشتغل ازاي ولا هي بتتعمل ازاي. كان حجمها ضخم جدا، يا رب تطلع. هي دي خزنه. انا بصراحه لغايه دلوقتي انا ما فتحتش حتى الكيس بتاعها، مش عارف هي بتشتغل ازاي او ايه نظامها. فتعالوا كده بقى نشوف هي بتشتغل ازاي. المفروض ان دي خزنه الكترونيه، اللي هي بتكتب لها باسورد كده وبعد كده بتفتحها. بس يعني تقيله بصراحه، انا مش عارف انا جبتها ليه، انا ما عنديش ملايين عشان احطها في خزنه ولا عندي اي حاجه تتحط في خزنه اصلا. بس انا لفت نظري اللي هي حاجه موجوده، حاجه كده ممكن حد يستفيد منها، او ممكن يكون حد عنده حاجه عزيز عليها او حاجه غاليه وعايز يشيلها مثلا في مكان محدش يعرف يوصلها. كمان لقيت سعرها كويس، حوالي 750 جنيه. هسيب لكم هنا السعر برده بالدولار وسعرها بالمصري بالظبط على السكرين هيظهر لك. طبعا هتلاقي طبعا رابط الشراء لو حبيت تشتريها. فتعالوا نشوف مع بعض كده بقى دي بتشتغل ازاي، علشان انا اول مره اجيب حاجه زي كده. المفروض يكون معايا مفتاح عربيه مش مفتاح خزنه، بس يعني ماشي. طب انت سيف فيرست تايم ريموف ذا سمول بلاستيك كاب. Two hours later. A few moments later. طيب عشان نفهم كده مع بعض، في البدايه بيقول ان احنا الحته البلاستيك دي هنشيلها، مش عارفه تتشال ازاي. اوكي هي بتتشال. اول حاجه بتشيل القطعه البلاستيك دي، بعدين بتستخدم المفتاح ده بقى، وبعد كده بتحطه هنا بالظبط على نفس الشكل ده، وبعد كده بتلف عكس عقارب الساعه اللي هو الشمال. ما بتلفش ليه؟ اوكي انت بتلف دي شمال، وفي نفس الوقت بتلف المفتاح اللي هنا ده يمين، ده شمال وده يمين في نفس الوقت. ايه ده بقى؟ دي معاها حجاره بتركبها طبعا، عشان هي خزنه الكترونيه. بصراحه تقيله، يعني الباب كده بتفتحه تقيل بصراحه. انا كنت فاكر ان هي تبقى حاجه كده خفيفه قوي، ايه اصلا تقيله مش خفيفه. بتلاقي جوه الحجاره اللي انت بتستخدمها مع الخزنه دي، عشان طبعا تفعل الباسورد اللي انت عايز تعمله. وهنشوف دلوقتي نقدر نعمله ازاي. وزي في قطع من القماش كده بتفرشها كده جوه، كان بيجي معاها زي مسامير او حاجه كده تقريبا، دي بتثبتها لو انت عايز يعني تثبتها في حيطه او تثبتها في حاجه. وكمان في مكانين او اخرام ورا كده في الخزنه لو انت عايز تثبتها في حيطه او تثبتها في حاجه. وبصراحه انا كنت فاكر ان هي تبقى حاجه تافهه، طلعت حاجه ممكن حد يستفيد منها. دي طبعا الحاجات اللي بتطلع بقى بتدخل هنا، مش عارف هي باينه ولا لا، بس انت طبعا هتلف كده وكده. ايوه عشان تدخل لجوه. بعد كده بقى بنحط هنا بقى الحجاره اللي جايه معاها. اوكي ماشي، ده هنا حطينا الحجاره دي. تمام نحط دي كمان. هلا والله ما اشتغلتش. اوكي تمام، تعال نشوف كده بتشتغل ازاي. انستريشن ذا باتريز. تمام Six hours later. Okay.
طيب اللي فهمته من الكلام المعقد المكتوب ده ان انت مفروض عشان تبرمجها في زي زرار هنا جوه كده، فاحنا هندوس عليه تسمع زي زمارة. تعال نشوف كده. المفروض بقى انت هتكتب الباسورد بتاعك من 3 ل 8 ارقام انت بتكتبهم، وبعد كده بتدوس على حرف الاي او البي. تعال بقى نكتب الباسورد زي صفاره كده عملت 4 مرات او 5 مرات ورا بعض كده، خلاص اتسجل الباسورد بتاعك. المهم انت كده خلصت السيت اب بتاع الباسورد بتاعك. خلاص كده بقى تعالى نيجي نفتحها، ندوس على ايه كده فتحت، هتلاقي تسمع صوت كده زي قفل او حاجه اتفتحت جوه، فانت بتقفل تفتح تلاقيها فاضيه كده. وبعد كده ما نملاها ان شاء الله. يعني انا حبيت ان انا اجيب حاجه زي كده، تقريبا ممكن يكون في حد بيتفرج يكون مستفيد من حاجه عنده، مثلا حتى لو مبلغ صغير عنده ذهب عاوز يشيلها في خزنه وما عندوش خزنه في البيت او ما عندوش مكان امن في البيت، دي خزنه ممكن تجيبها وسعرها ما يعتبرش غالي بالنسبه بصراحه ليا، متينه بصراحه وتقيله، حاجه كده تحس ان انت جايب خزنه فعلا، يعني مش لعبه يعني. سعرها 750 جنيه، فحاجه كويسه ممكن تجيبها. بس في حاله ان البطاريه مثلا فصلت طبعا تقدر تفتحها زي ما فتحتها اول مره، ان انت تشيل الحته البلاستيك دي وتحط المفتاح معاك. فالمفتاح ده مهم جدا اصلا عشان على حد لقاه ممكن يفتح الخزنه بسهوله جدا لو عرف الموضوع الحته البلاستيك دي. فطبعا المفتاح ده لازم يبقى معاك، ما يفرقش جيبك، ما تحطه في مكان امين او تشيله في حته محدش يعرف لها يعني او يعرف يوصل لها، عشان بيه هو يقدر يفتح عادي الخزنه زي ما انا فتحتها كده في البدايه. لازم تاخد بالك من الحته دي بس. فدي بصراحه حاجه كويسه جدا عجبتني بصراحه، يعني ليها فايده. بس حبيت اشير، هتلاقي الرابط بتاعها تحت الفيديو في الوصف. ونروح على المنتج اللي بعده. المنتج اللي بعد كده ممكن ما يكونش ليه علاقه قوي باللي احنا بنتكلم فيه، بس انا جبته عشان هينفعني في تنظيف الكيسه. الكيسه عندي اتملت تراب بطريقه رهيبه، يعني انا ساكن في الجيزه، فالجيزه فيها تراب، كميه تراب رهيبه. في اليوم اللي انا كنت بشتري فيه كان في عرض على البلاور ده من شركه اسمها انجكو او انكو، انا مش عارف نطقها ايه، فانا اللي اعرفه اللي هي شركه كويسه. وده بلاور 400 واط، كان عليه عرض كان سعره 175، دايما بلاقيه في المحلات ب 250 و300 جنيه، فانا لقيته على موقع جوميا ب 175، فكان اليوم ده عليه عرض فانا اشتريته. بلاور ينفعني جدا في تنظيف الكيسه وتنظيف الاوضه اللي انا فيها. طبعا بقى بيجي معاه كل حاجه، بيجي معاه القطعه دي اللي بتركبها بقى في البلاور، ده البلاور نفسه. طبعا انت بتركب بقى الحته دي هنا علشان دي اللي بتنفخ الهواء. بس ثانيه واحده، فكده خلاص ثبتت. فالبلور ده ينفعك لو انت عاوز تنظف عندك كيسه، عندك سيت اب، عندك مكان كده او لابتوب عايز تنظفه. بصراحه لقيته سعره رخيص فانا جبته. كمان بيجي معاه زي الكيس دي، بتقدر تستخدمه كشفاط يعني، او يعني كانه مكنسه. فانت بتعمل ايه بقى؟ فانت بتعكس، بتحط البتاعه دي هنا، مش عارف اسمها ايه، القمع ده ولا هذا الشيء، تروح حاططها هنا وتروح بقى مثبت الكيس دي هنا كده. هو المفروض الكيس دي بتبقى هنا وبتثبت علشان تعبي فيها التراب او تعبي فيها الحاجات اللي هي هتشفطه بتاع الجزء ده، بس انا مش عارف هي مش بتثبت ليه يعني. فانا بصراحه انا مش هستخدمه كمكنسه، انا هستخدمه كبلور، بس هي المفروض دي بتثبت هنا، بس مش عارف ليه مش بتثبت يعني، هي خفيفه قوي مش زي دي بتدخل كده بتبقى ثابته وجامده، دي مش راضيه تلف كده، مش عارف ايه المشكله. المهم ده شيء كويس لو حبيت تشتري دي وتنظف الكيسه بتاعتك لو انت عندك تراب كده زي، ينفعك في السيت اب بتاعك. المنتج اللي بعد كده سماعه بلوتوث. يعني تقريبا انا كل القناه عندي سماعات بلوتوث. احنا لسه كنا متكلمين الفيديو فات عن ارخص سماعه بلوتوث ب 1000 جنيه كده، وصوتها كويس والمايك بتاعها معقول وكويس. ما شفتش الفيديو ده هسيبه لك في حرف الاي هنا. والبلاي ليست الخاصه بالاكسسوارات كلها سماعات يعني. بس فكره السماعه دي جديده يعني، عجبتني فيها حاجه جديده ان الكيس بتاعتها على شكل ساعه، يعني انت ليها زي ستراب او ليها زي ليها زي استيك ساعه كده تقدر تلبسها في ايدك، تبقى دي الكيس وشكلها كول بصراحه. فانا قلت اجيبها يعني اجربها، يعني انا مش مستني منها كتير يعني، هي لو طلع صوتها كويس يعني هيبقى خير وبركه، تبقى حاجه عظيمه جدا. انا قلت اجيبها كتجربه لو حد حابب يشتريها ويعرف هي صوتها كويس ولا لا. المهم انت طبعا لما بتفتح الكيس دي اللي هي اصلا بتيجي كمان بمدخل شحن تايب سي، فده شيء عظيم جدا. بتفتح الكيس دي عن طريق انت بتدوس على الزرارين دول، وبعد كده تشد كده تلاقي مفيش اي حاجه، هتلاقي السماعات مش موجوده فيها عشان السماعات بتبقى بره. بيجي معاك كيبل شحن التايب سي، دي حاجه كويسه. طبعا بتلاقي السماعات بقى بره هنا، واللي شكلها شكل سماعات الابل ايربودز بالظبط، نفس الحجم ونفس حجم كمان اللي هي الجوي روم تي 03 اس، احنا اتكلمنا برضو عنها في فيديو من الفيديوهات. فسماعه شكلها صغير، فكل اللي عليك عشان تشغلها اللي انت بتدخلها جوه الكيس، تحطها هنا كده وتروح قافل، ما يحصلش حاجه.
بعد ما تحطها في العلبه بتاعتها هتلاقي اللمبه كده نورت تحت فوق مدخل الشحن. اول ما تطلع السماعه من العلبه تلاقيها بتنور احمر وازرق. طبعا تفتح البلوتوث بقى على موبايلك وتدور على اسمها اللي هي A01 connected. اتمنى يكون صوتها كويس. ده كمان الحته دي تاتش. استنى كده, الجزء مع كل سماعه ده تاتش, يعني انت بتلمسها مره كده بيعمل بوز او بيوقف التراك او الاغنيه انت بتسمعها, وبعد كده بتدوس مره كمان بيشغل التراك. بس هو صوتها واطي جدا, صوتها مش عالي, صوتها مش اعلى حاجه. كمان السماعه الشمال دي بتزن شويه مش عارف ليه, يعني السماعه اليمين كويسه لكن السماعه الشمال بتزن شويه مش عارف ليه يعني. بس هي صوتها مش عالي, مش بيز, مفيش اي حاجه يعني. كده كده بصراحه انا كنتش مستني من السماعه دي خالص اي حاجه, او ان انا اسمع ولا انا الاقي فيها بقى كواليتي صوت ما اعرفش ايه. انا قلت اجيبها اجربها لعل ولا عسى هي تجربه, بحيث لو حد بيفكر يشتريها ما يشتريهاش, هي صوتها مش كويس, يروح يشوف اي اختيار تاني من الاختيارات اللي احنا اتكلمنا عنها. احنا اتكلمنا عن اختيارات كتيره قوي, فئات سعريه مختلفه وكلها على قد الايد يعني زي ما بيقول. فروح اتفرج على البلاي ليست الخاصه باكسسوارات الموبايل, هتلاقي سماعات كتير قوي هتعجبك. المنتجين اللي بعد كده اشتريتهم, ودي حاجه شخصيه انا ليا بس حبيت برضو ان انا اشارككم بيهم. انا كان نفسي بصراحه ان انا اجيب بيرفيوم لاكوست, فانا لقيت سعره بالظبط على الموقع جوميا 700 جنيه. انا ما اعرفش سعره كام في التوكيل بس لقيته قدامي فاشتريته. كمان البيرفيوم ده اصلا هتلاقي علامه لاكوست بالقماش وملزوقه فوق الازازه بتاع البيرفيوم, ولكن لاكوست التقليد بتبقى علامه التمساح دي بتبقى مطبوعه على الازازه نفسها, مش حاجه كده قماش ومحسوسه يعني, تبقى حاجه مطبوعه. المهم ريحته تحفه وبتثبت جامد جدا يعني. انا في يوم حطيته الصبح, بعد كده مروح بالليل لقيت البيرفيوم لسه على القميص اللي انا لابسه, وكمان كنت طبعا رش على ايدي فبرضه بشم ايدي لقيتها لسه البيرفيوم موجود كاني لسه حاطه. طبعا بعد كل السلامات بقى وكل الهري وكل استعمالك لايدك وانت بره البيرفيوم كان لسه موجود عليه, فبصراحه بيثبت جدا, فينفع كده في خروجه كده كلاسيك لطيفه رايح كده طلع كويسه, وينفع برده كهديه لو انت بتهدي بقى صاحبك وبتجيب له حاجات قيمه, دي انصحك جدا تجيب له حاجه زي كده. المنتج اللي بعد كده ساعه من شركه اسمها كيرن تقريبا, يعني اتمنى اكون نطقت اسمها صح. انا بحب الساعات جدا خاصه الساعات البني, لفت نظري الساعه دي, وان انتوا خدتوا بالكم في كذا فيديو ببقى لابس ساعه كده بني, فانا بعشق الساعات البني. بس انا خلاص ابتديت يعني ازهق منها, وكمان ابتدت الجلد بتاعها او الاستيك بتاعها ابتدى ايه يبوظ خلاص ويتهري, فانا قررت اجيب بقى الساعه دي. فدي سعرها 250 جنيه برده مش غالي, بس شيك جدا مش هتطلع ليه. ساعة بصراحة شيك جدا جدا جدا, حاجة كده فخمة قوي. طبعا هي مش هتلاقيها شغالة, بيبقى فيها هنا حتة بلاستيك بتشيلها عشان الساعة تشتغل. كمان مكتوب عليها اللي هي ووتر ريزيستنت, هي اللي هي ضد المية, بس برضو ما انصحكش ان انت تجيب عليها مية برضو عشان تحافظ على الجلد او اللي هو الاستيك بتاعها ده ما يبص من المية. بصراحة هو كويس وماسك نفسه كده, مش هتحس ان هو اتقطع من استخدام استخدامين. وبصراحة الساعة دي عجبتني جدا, شيك جدا, تنفع كده في خروجة كلاسيك يعني بدلة قميص وبنطلون الحاجات دي. طبعا لو حبيت تشتري اي حاجه منهم هتلاقي برضو اللينكات تحت الفيديو في الوصف. نيجي بقى مع اخر منتج, وده منتج يعني يمكن في ناس كتير ممكن تكون بتدور عليه, وهي الاكشن فيجرز. ايوه انا جبت اكشن فيجرز. انا بما اني شخص تافه وبحب جدا الحاجات دي وكنت بدور عليها كتير قوي, اللي هي الاكشن فيجرز, او ممكن تلاقيها مكتوبه باسم فانك بوبس, هما المجسمات او الشخصيات الكرتونيه اللي بتتعمل دي. انا بصراحه كنت بدور على الاندرويد اكشن فيجر, او اللي هو الشكل الاندرويد المجسم ده, كان نفسي قوي ابقى ورايا كده زي اورفوف ومحطوط فيه الحاجات دي, يعني كان عندي تخيل مستقبلي لحاجه زي كده. فممكن بعد كده نضيفهم في السيت اب ويبقى شكلهم لطيف. المجموعه دي كلها على بعض بحوالي 180 جنيه, هسيب لك برده الرابط بتاعها في الوصف. وبصراحه عجبني جدا مجموعه افنجرز, بلاك بانثر وسوبرمان وثور وطبعا ايرون مان. بصراحه حجمهم لطيف قوي, بص يعني كده تحطها خلاص كده سيبت مكانه. وادي عمنا ثور ده اتقل واحد فيهم حتى يعني, وسوبرمان والبلاك بانثر شكلهم حلو جدا. انا شخصيه تافهه يعني عادي, يعني انا معترف ان انا تافه وبحب الحاجات دي جدا. المهم لو انت تافه زي وبتحب الحاجات دي هتلاقي اللينك بتاعها تحت الفيديو في الوصف. بسعرها 180 جنيه يعني الواحده تقريبا كانها ب 45 جنيه. كده انا اكون خلصت وفرجتكم على كل الحاجات اللي انا جبتها, هي مش حاجات كتير قوي بس يعني عجبتني فكره الفيديو. فانت لو عجبتك كمان فكره الفيديو قول لي تحت في الكومنتات الفكره عجبتك وعاوز تشوفها في مواقع ثانيه, او عاوز تشوفها مره كمان من نفس حتى الموقع, او ممكن نجيب حاجات غريبه ثاني. بس بقى نجيب حاجات بقى فعلا غريبه, انا في بالي الموضوع ده وعاوز اعمله قريب جدا. بس فقولوا لي ايه رايكم في الفيديو, ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتدعمني كده دعم صغير منك, ولو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. لو حبيت تشوفني في فيديو تاني واشوفك على خير الفيديو اللي جاي. سلام.